مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 31 يناير أعلنت وكالة مور فيجن التابعة لها جيسي عن إنهاء عقدها الحصري. جاء بيان الوكالة كالتالي: مرحبا، هذه وكالة مور فيجن، نبلغكم أنه اعتبارا من 31 يناير 2024 توصلت وكالة مور فيجن وجي سي إلى اتفاق متبادل لإنهاء عقد الإدارة الحصري. سوف تستمر مور فيجن بكل إخلاص في دعم مساعي جي سي، ونحن نقدر حقا اهتمامكم ودعمكم الثابت لمستقبل جي سي، شكرا لكم. وقعت جي سي عقدا حصريا مع وكالة مور فيجن برئاسة جي بارك في وقت سابق من أبريل 2023. وفي ديسمبر من العام الماضي كانت هناك تقارير عن خلاف بين الاثنين واحتمال إنهاء العقد، لكن كل الجانبين نفيا تلك التقارير حينها قائلين: لا يوجد شيء من هذا القبيل، الخلاف. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.